صارت 80 سنة بسوريا، لا عندنا هوية ولا عندنا شيء، ومكتومين. صبري محمد علي أحد أبناء محافظة الحسكة، المركز الرئيسي للأكراد في سوريا، والذين حرموا من الجنسية بسبب انتمائهم العرقي وفق التقارير الحقوقية. يتم رفضنا أينما ذهبنا بحجة عدم نيلنا الجنسية السورية. تشرد أولادي من دون مدارس، ولا أحد يعترف بهم أينما ذهبوا، ولا أحد يرضى بمصاهرتنا. في حال ذهبنا إلى أي مكتب أو دائرة يطردوننا لأننا مكتومي القيد ويكسرون شعورنا. ماذا نفعل؟ إلى أين نذهب؟ في 23 من آب أغسطس عام 1962 صدر المرسوم الجمهوري التشريعي الذي قضى بإجراء إحصاء استثنائي في محافظة الحسكة، نجم عنه حينها تجريد حوالي 150 ألف كردي من الجنسية السورية، فقدوا كل الحقوق وأصبحوا عديمي الجنسية أو مكتومي القيد. هذا الإحصاء هو بيستهدف المناطق الكردية بسوريا، وكان إجراء استثنائي ويأخذ طابع سياسي أكثر. عم نحكي نحن عن مدة 60 سنة تقريبا، يعني 6 أجيال تضررت، وكانت تبعاتها تجريد حوالي نصف مليون إنسان أو أكثر من نصف مليون إنسان من الجنسية، مقسمين ما بين المجردين من الجنسية الأجانب وأيضا مكتومين القيد. يتحدث سردار ملا درويش عن معاناة عديمي الجنسية من الأكراد، كونه عانى هو وعائلته من الظروف نفسها قبل أن يمنح الجنسية السورية عام 2011. أنا أيضاً من تبعات هذا المشروع، يعني والجدي جد والدي أيضا كان متأثر بهذا المشروع، فوصل لجدي ولوالدي ووصل لنا وحتى أيضا لأبنائنا قبل ما يتم يعني العودة عن القانون في عام 2011. تحت ضغط الاحتجاجات وفي آذار مارس عام 2011 صدر المرسوم التشريعي رقم 49 الذي صحح أوضاع الأكراد السوريين المسجلين كأجانب في سجلات الحسكة، إلا أنه لم يشمل الأكراد مكتومي القيد. ب 2011 تقسموا المجرمين الجنسيين إلى قسمين، قسم أجانب وقسم مكتومي القيد. أمي كانت أجنبية، قدمناها للنفوس وحصلت على هويتها. أبوي مكتوم القيد. هالقرار ما شمل أبوي، ما شمل إنه مكتوم القيد. أبوي كونه مكتوم القيد لحد هلا ظل القرار معلق وما تنفس. تقول هلا إذا فرضا عطوني هوية، يعني بلكن أمن فيها مستقبل أولادنا أو نسجل هالبيت هذا، بس بلكن نشتري سيارة، بلكن نشتغل شغلة بشي مطعم بشي فندق. عبد الحكيم الرجل الخمسيني يسعى إلى الحصول على جنسية ويحلم بها مثل آلاف مكتومي القيد الآخرين. بحسب دراسة نشرتها المنظمة الحقوقية المفكرة القانونية، فإن حوالي 300 ألف كردي مقيمين في سوريا ما زالوا محرومين من الجنسية. طبعاً للأسف الشديد نتيجة الظروف والأحداث اللي مرقت، كثير أو غالبية الأجانب والمجردين من الجنسية ومكتومي القيد ما قدروا يحصلوا على حقوقهم، وما قدروا أبداً هن يحصلوا الأوراق اللي يكونوا مواطنين سوريين. السوريين اللي كانوا محرومين من حرية واحدة كانوا الأجانب، وخاصة الأكراد منهم محرومين 3 مرات، مرة لأنهم سوريين، ومرة لأنهم أكراد، ومرة لأنهم مجردين من الجنسية. إضافة إلى مشكلة الأكراد، ظهرت منذ بدء الحرب في سوريا ظاهرة أخرى. وفق أرقام مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ولد حوالي 200 ألف طفل سوري في لبنان لوالدين مسجلين كلاجئين سوريين،
70% منهم لا يملكون وثيقة ولادة مسجلة، ما ينذر بازدياد حالات انعدام الجنسية. تم العمل بشكل مكثف على تأمين أن يكون هناك شهادة ميلاد لكل طفل لاجئ سوري يولد، حتى لو لم تكن شهادة معتمدة من الدول. بعد نحن نقوم بجهد كبير للتوعية، للتعامل مع الحكومات وزيادة قدرتها على تجاوز بعض العقبات في تسجيل هذه الولادات. في نيسان أبريل عام 2019 أصدرت وزارة داخلية النظام السوري مرسوماً سمح لمن أتم 18 من عمره، لمن هم خارج البلد، أن يسجل قيده في الأحوال المدنية من دون أن يحضر بذاته. المشرع السوري متابع هالأمور، إنه في إصدار قوانين جديدة دائماً. في عنا شبكة سوريا الواحدة، شخصيتك عن طريق الشبكة الإلكترونية من أي محافظة فيك تنفذ أي واقعة أحوال مدنية، زواج، طلاق، وفاة، ولادة. برغم تأكيد المحامية منتهى عبدة أن السلطات السورية تواكب مسألة عديمي الجنسية، إلا أنها تشير إلى وجود مشاكل أساسية في معالجة هذه القضية. في الحقيقة في كتير مشاكل وعراقيل يعني تخلينا ما نكمل إجراءات تسجيل المكتومين. في تأخر بالوزارة، في عدم استجابة أحيانا من الأشخاص، في قلة وعي قانوني، في جهل بالموضوع، أنه لا يوجد قوانين تحمي عديمي الجنسية. قوانين بمعنى قانون أنه تحمي مركز قانوني عديمي الجنسية، لأنه أصلا ما عنده مركز قانوني، يعني أنه حتى نعرف طبيعة الحماية له، يعني يعتبروا كأن لم يكونوا، يعني أنه غير موجودين أصلا، لا لهم مراكز قانونية.